بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم من أي عمر تبلغ البقرة، يعني في السن إيه البقرة إن هي بتبلغ وتكبر، يعني عشان تدخل على العشر وكده. تمام، قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لغيرك ويوصل لجميع المشاهدين. لا تنسى ان تضغط زر اللايك عشان يساعدنا في كل وصول الفيديو للجميع. طبعا اول حاجة ان البقرة بتبلغ عن في الشهر التاسع، مش الشهر الثامن او الشهر التاسع، بتبلغ في الشهرين دول، يعني حسب ما البقرة كبيرة كبرت جوه ولا ايه. المهم يعني بتبلغ اكترها في الشهر التاسع، ما بتكترش عن كده. تمام، يعني هي الاجابة في الشهر التاسع. وياريت تكونوا استفدتوا بأي معلومة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزين أي فيديو اكتبوا لي في التعليقات، وشكرا.